عواشر مبروكه ورمضان كريم. تقريبا جوج المرات ثلاثه المرات تنجيو في السيمانه هنا. مزيان الجو، مزيان الناس، مزيانين الهواء، مزيان كلشي مزيان الحمد لله بخير. تنجيبوه طيب وتنسخنوه هنايا، واللي بقى البراد وهذا تنطيبوه في البحر. هذا مكان الصراحة مشيت لسلا تما، ما كاينش البلاصة فين تجلس، الجو ما ماشي هو هذاك. هنا الرباط هنا أحسن، على ود الكراسة وعلى ود حتى الجو، هنا الرباط هنايا هنا كاين ما يتشاف أحسن من تما. اولا مرحبا بكم معنا في الفطور في البحر ديال الرباط. الصراحه هذه اول مره كنفطر في البحر ديال الرباط. قلنا نخرجوا من داك الروتين ديال الدار وديال هذا، نشوفوا الغروب ونشوفوا المناظر الطبيعيه ما شاء الله. وكيبقى هذا البحر هو قريب للمدينه اللي انا كنسكن فيها، يعني جيت نستمتع ونشوف. جيت اخويا البحر ديال الرباط حيت لقينا فيه كراسات بلاص وداكشي اللي غادي نحتاجو. ما مشيناش للبحر ديال السلا، ماشي ما مشيناش، مشينا ليه ولكن ما لقيناش طويبلات، ما لقيناش كراسة، وهادشي علاش جينا للبحر ديال الرباط وفيه الامان اكثر. السلام عليكم، جيت انا والدراري صحابي اليوم دايرين واحد الفطور جماعي في البحر، ديجا كنا بروغرامين ليه. المهم اتفقنا على شنو غنجيبو، كل واحد شنو يجيب. المهم انايا جبت ليكيش، جبنا بيتزا، تمر الحليب ضروري تكونوا في رمضان، وجبنا جاب الدري صاحبي السوساس، وجيت انا قاديت شو هادشي اللي كاين. المهم جينا كرينا واحد الطبله، بعدا طبله وكرسي حيت ديجا جايبين معنا جوج كراسه، و هادشي اللي كاين. ومن اللي جلسنا لعبنا كارطه شويه، ومن الكارطه صافي الدراري مش لعبوش كره، لعبت راسي. اليوم جينا هنايا البحر ديال الودايه باش نجلسوا شي شويه نفطروا مع الدراري، نشوفوا شويه الاجواء هنايا مع البحر. مزيان جالسين مع الاصدقاء ديالنا، درنا ديزاكتيفيتي ملي جينا لهنا، لعبنا شويه ديال الكره، لعبنا كارطه حتى هي، وجبنا معنا الفطور. الوالده ديال الدري الله يخليها له هي اللي دارت لنا الفطور، طيبت لنا شي واس والله يخليها له. وحتى الدري اللي معايا الاخر حتى هو جاب معايا شي واس، حتى انا جبت معايا شي حويجات. غنحطوهم هنايا في الطبلة، كرينا الطبلة جينا لهنايا وغنقصو شي شوية على ما ناكلو، موراها غادي نديرو شي دوطخ اكتيفيتي إن شاء الله ملي غادي نسالو. السلام عليكم، اليوم خارجين باش نفطرو على برا هنا في البحر. الأجواء هنا زوينة، نشوفو كاين عائلات، كاين أصدقاء، كاين أجواء عائلية، الأجواء ديال رمضان، ديك التمغربية ديالنا وداك ديك الجماعة وديك اللمة الزوينة اللي معروف بها رمضان عندنا في المغرب. دونك تيبقى البحر واحد المتنفس من المتنفسات الجميلة اللي تتفوج على النفس وتترفه على المغاربة في الشهر الفاضل، باش نخرجوا من داك الجو ديال الدار وداك الروتين اللي تيتعاود في هاد الايام المباركه. بون بويسكو دابا جايين حنا بزاف ديال الاصدقاء، كل واحد وشنو جاب. المهم داكشي اللي معروف في المائده ديالنا المغربيه راه كاين التنوع. حنا البحر جبنا معنا واحد جوج كراسه، وجبنا معنا شي فطور جوج شيوات، باش نقص لنا تشيس، باش نقص لنا كره كارطه. صراحة كنا مع الويكند الله كملنا سيمانة القراية، مشينا رخينا هنا شوية.